لماذا أثار الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا غضب دول إقليمية وأوروبية؟ ما المكاسب الاستراتيجية والسياسية لكل من طرابلس وأنقرة من وراء الاتفاق؟ ما المناخ السياسي الذي ولده الاتفاق في المنطقة؟ التأسيس لصراع إقليمي أم سلام وازدهار؟ هذه المحاور تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان أبعاد الاتفاق البحري بين تركيا وليبيا.